السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد على مدرستكم الإلكترونية مدرسة تيوب. مدرسة تيوب بتقدم منهج المرحلة الابتدائية بشكل مجاني، أيضا تقدم كل ما يهم الأسرة والطفل وتقدم معلومات هامة لنشر الفيديوهات على اليوتيوب لكل اللي حابب يتابع دروسنا. بمجرد نزولها يدوس على الزرار المكتوب عليه سبسكرايب الموجود أسفل شاشة الفيديو، وبعد ما يدوس سبسكرايب هيظهر له جرس، الجرس ده بمجرد ما يدوس عليه هيوصله كل الدروس بمجرد نزولها. لو في أي إعلان ظهر، الإعلان ده مخالف للشريعة الإسلامية، برجاء غلقه حتى لا يكون في ميزان سيئاتنا أو ميزان سيئات حضراتكم. النهاردة هتكلم على الغلاف الجوي. الغلاف الجوي يعني إيه؟ الغلاف الجوي وإيه الكلام الغريب ده؟ مفيش أي حاجة غريبة، وإن شاء الله كل حاجة هنفصلها مع بعض. أدي كوكب الأرض، دي صورة من الفضاء لكوكب الأرض. كوكب الأرض عنده ميزة ربنا سبحانه وتعالى إدهاله، إن هو عنده غلاف جوي، والغلاف الجوي ده كمان ربنا سبحانه وتعالى هيئه بانه يكون مناسب للحياة على كوكب الارض. يبقى لما هو يقول لي علل يعد كوكب الارض كوكب الحياة، هقول له لانه يتميز بوجود غلاف جوي، لانه يتميز بوجود غلاف جوي مناسب للحياة على كوكب الأرض. يبقى تاني لما يقول لي علل لي كوكب الأرض يعد كوكب الحياة، لأنه يتميز بوجود غلاف جوي، هذا الغلاف الجوي مناسب للحياة. طيب بيقول لي ان كوكب الارض بيتكون الغلاف الجوي بتاعه من مجموعة من الغازات المختلفة. الغازات دي هنعرف نسبها دلوقتي. الغازات اللي بيتكون منها كوكب الارض عندنا الاكسجين، النيتروجين، ثاني اكسيد الكربون، وبخار الماء، وغازات اخرى. يبقى احنا مكونات الغلاف الجوي خمس مكونات. مكونات الغلاف الجوي خمس مكونات: الأكسجين، النيتروجين، ثاني أكسيد الكربون، بخار الماء، والغازات الأخرى. تعالوا نتكلم عن أول غاز معانا، هو غاز الأكسجين. غاز الأكسجين بيوجد في الهواء الجوي بنسبة 21%، يعني تقريبا خمس حجم الهواء الجوي. يعني لو افترضنا أن الغلاف الجوي ده ممكن نقسمه لخمس أجزاء، فالأكسجين هياخد جزء من الخمس أجزاء ده، هو هيشكل خمس حجم الهواء تقريبا، أو بيمثل نسبة 21% من الهواء الجوي. أهمية الأكسجين إيه هي؟ أهمية الأكسجين إن هو ضروري لتنفس الكائنات الحية، دي أول نقطة. لما يقول لي مثلا علل أهمية الأكسجين، هو ضروري لتنفس الكائنات الحية، ويساعد على في احتراق الوقود، ويساعد في احتراق الوقود، وكمان إن هو بيدخل في صناعة النقطة المهمة برضو اللي هي في نقط تانية هو حاططها لي على الصور. بيستخدم الأكسجين في التنفس الغواصين تحت الماء، كما يستخدم في الأكسجين مع الأسيتيلين في لحام المعادن. تعالوا كده نحفظ كويس جدا ايه هي أهمية الأكسجين. عندنا أربع نقط بيدلوا على أهمية الأكسجين. أول حاجة، ضروري لتنفس الكائنات الحية، يساعد على احتراق الوقود، يستخدم الغواصون الأكسجين في التنفس تحت الماء، يستخدم الأكسجين مع الأسيتيلين في لحام المعادن. يمكن مثلا لو حد فيكم صادف ان هو مثلا معدي على ورشة، الورشة دي بتعمل منتجات، يعني ورشة حدادة بتعمل شغل بالحديد، بنلاقي معاهم كده أداة. الأداة دي بتطلع نار وبتطلع شرارة، الأداة دي اسمها لحام الأسيتيلين، وده الأكسجين ضروري جدا علشان الأداة دي تشتغل، ودي بتستخدم في لحام الحديد ببعضه أو لحام المعادن مع بعضها. يبقى احنا عندنا لو احنا مثلا حبينا نحط كلمات حروف مفتاحية لأهمية الأكسجين، هلاقي عندي بستخدم حرف الضاد مرة واحدة، وبستخدم حرف اليه، حرف اليه بستخدمه 3 مرات. يبقى أنا استخدمت حرف الضاد مرة واحدة، واستخدمت حرف اليه 3 مرات، ده علشان يسهل على نفسنا عملية الحفظ. طيب بيقول لي في برضه معلومه مهمه جدا، بيقول لي ان طب يا ترى الاكسجين، احنا دلوقتي ككائنات حيه بنتنفس الاكسجين، فليه الاكسجين ما بيخلصش؟ بيقول لي بقى ان الاكسجين ما بيخلصش ليه؟ لان المصدر الرئيسي لتجدد الاكسجين على سطح الارض هو عمليه البناء الضوئي. هو عمليه البناء الضوئي. ايه عمليه البناء الضوئي دي؟ هو عمليه ايه عفوا هو عمليه البناء الضوئي ايه عمليه البناء الضوئي
عملية البناء الضوئي، ان دلوقتي النباتات الخضراء بتعمل ايه؟ النباتات الخضراء بتاخد الاكسجين في وجود الضوء، في وجود الضوء لما الشمس بتطلع بياخد النبات الاخضر الاكسجين، عفوا بياخد ثاني اكسيد الكربون ويحوله الاكسجين. يبقى لما في اثناء النهار بياخد النبات الاخضر، سواء النبات الاخضر ده موجود في على سطح الارض او موجود في الميه في صوره طحالب، بياخد ثاني اكسيد الكربون الموجود في الهواء ويحوله لاكسجين في عمليه بتسمى عمليه البناء الضوئي. طب بالليل ايه اللي بيحصل؟ بالليل بيحصل اما بيغيب الضوء النبات بيتنفس زينا، بياخد اكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون. يبقى تاني ايه هي عملية البناء الضوئي؟ عملية البناء الضوئي ان النبات بياخد ثاني اكسيد الكربون في وجود الهواء ويحوله الاكسجين، واثناء الليل بيتنفس النبات بشكل عادي بياخد الاكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون. تعالوا كده نرسمها مع بعض عشان تبقى واضحة بالنسبة لنا. لو احنا كتبنا هنا، هنا عندي كلمة أكسجين، أكسجين هنرمز لها على فكرة، الرمز العلمي للأكسجين هو O2، والرمز العلمي لثاني أكسيد الكربون هو O2 CO2. تمام كده. أثناء عملية النبات بياخد في أثناء وجود الضوء في عملية البناء الضوئي بيعمل إيه النبات؟ بنعمل كده سهم ان هو بياخد ثاني اكسيد الكربون ويطلع الاكسجين. تمام كده معايا. يبقى في عمليه البناء الضوئي النبات بياخد ثاني اكسيد الكربون ويطلع الاكسجين، وبالليل اما بقى بيغيب الضوء اللي بيحصل بتحصل عمليه التنفس، بيحصل عمليه التنفس ان النبات بياخد ثاني اكسيد بياخد الاكسجين بقى المره دي ويطلعه لثاني اكسيد الكربون تاني علشان ما يحصلش لخبطه. ثاني اكسيد الكربون بياخده النبات اثناء وجود الضوء ويحوله الاكسجين في عمليه تسمى عمليه البناء الضوئي. وبالليل او ما بيغيب الضوء بيتنفس النبات عادي جدا ويحول وياخد الاكسجين ويحوله لثاني اكسيد الكربون. طيب بعد كده هنتكلم بعد كده على الغاز اللي بعديه، هو غاز ثاني اكسيد الكربون. غاز ثاني اكسيد الكربون تم اثبات وجود ثاني اكسيد الكربون عن طريق تعكر ماء الجير الرائق، وهو هنا جايب لي مخبار مدرج، المخبار ده في ماء الجير الرائق وتم تعريضه للهواء لفترة، فزي ما انتم شايفين في الصورة اتعكر ماء الجير الرائق، وده دل على وجود ثاني اكسيد الكربون. بيقول لي كمان ان نسبة وجود ثاني اكسيد الكربون في الجو نسبة ضئيلة جدا حوالي 3 من 100%، حوالي 3 من 100%. يبقى نسبة وجود ثاني اكسيد الكربون في الجو بنسبة 3 من 100%. ايه هي أهمية ثاني أكسيد الكربون؟ ثاني أكسيد الكربون زي ما قلنا في عملية البناء الضوئي بتستخدمه النباتات الخضراء في صنع غذائها فيه عن طريق عملية البناء الضوئي اللي شرحناها من شوية. دي أول حاجة. يدخل في صناعة المياه الغازية، طبعا كلكم بتشربوا الحاجة ساقعة، والحاجة الساقعة دي بيدخل في صناعتها ثاني أكسيد الكربون. وبيستخدم ثاني اكسيد الكربون كمان في اطفاء الحرائق لانه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، لانه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. يبقى تاني كده معايا. يبقى اول حاجه ايه هي ثلاث اهميات اهميه ثاني اكسيد الكربون؟ عندنا واحده ت واتنين ي. تستخدمه النباتات الخضراء في صنع غذائها في عملية تسمى عملية البناء الضوئي وشرحناها، وعلى فكرة المخطط اللي احنا شرحناه مهم جدا لأنه هو ممكن يجينا في الامتحان. يدخل في صناعة المياه الغازية، كمان يساعد في إطفاء الحرائق لأنه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، ومن أول هنا لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، دي تعتبر إيه؟ من خصائص ثاني اكسيد الكربون. على فكره الاكسجين، من خصائص الاكسجين ان هو غاز، الاكسجين يا جماعه غاز لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال، الاكسجين غاز لا يشتعل ولكنه
يساعد على الاشتعال. يبقى لو احنا قلنا ان ثاني اكسيد الكربون لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، لكن الاكسجين غاز لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. يبقى تاني، الاكسجين غاز لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال، لكن ثاني اكسيد الكربون، يبقى احنا كده خدنا، يعني فهمنا ايه؟ فهمنا ان الاكسجين عنده لا واحدة فقط، يعني عنده كلمة لا موجودة واحدة بس، مرة واحدة بس، في لا يشتعل لكنه يساعد على الاشتعال، ولكن في غاز ثاني اكسيد الكربون هو لا يشتعل ولا يساعد عنده على الاشتعال، فهو عنده اتنين لا. بيقول لي كمان هنا ان نسبة ثاني اكسيد الكربون لما بتزيد في الهواء الجوي ده بيؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الجو، تمام؟ ده بيعمل على ارتفاع درجة حرارة الجو، تمام كده؟ بعد كده بندخل على الغاز الثالث اللي معانا، اللي يعتبر من الغازات الأساسية اللي موجودة في الهواء الجوي، وهو غاز النيتروجين. وهنتفاجئ ان غاز النيتروجين هو اللي موجود في الهواء الجوي بنسبة كبيرة جدا، 78% تقريبا من الهواء الجوي، يعني اكتر من الثلاث ارباع من مكونات الهواء الجوي. طيب ايه هي اهمية الاكسجين؟ النيتروجين، النيتروجين بيخفف من تأثير الاكسجين في عمليات الاحتراق. احنا كنا لسه قايلين ان الاكسجين غاز لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. النيتروجين بقى ليه دور في ان هو بيخفف من تأثير الاكسجين في عمليات الاحتراق، كمان بيدخل في صناعة النشادر والأسمدة النيتروجينية. ايه النشادر دي؟ مادة كيماوية بتبقى ضرورية في وبتدخل في كتير من الصناعات، حتى تدخل في بعض الصناعات الغذائية، يمكن كلكم بتاكلوا بسكوت النشادر. وطبعا هو بيدخل في صناعات تانية كتير. والأسمدة النيتروجينية، الأسمدة دي هي المقويات اللي بنحطها في التربة للنباتات علشان تساعد على نموها بشكل سليم. يعني السماد ده بالنسبة للنبات يعتبر زي الفيتامينات والمعادن المهمة اللي بيحصل عليها النبات اللازمة لنموه بشكل صحيح وبشكل جيد. يبقى دي أهمية غاز النيتروجين. غاز النيتروجين لو احنا فكرنا حبينا نقول كده خواصه، غاز الاكسجين النيتروجين لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، شبه غاز ثاني اكسيد الكربون. غاز النيتروجين لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال زي ما قلنا، وهو هنا يشبه في الخاصية دي غاز ثاني اكسيد الكربون. بعد كده هنتكلم على المكون الرابع للغلاف الجوي، وهو بخار الماء. وأثبتنا وجود بخار الماء في الهواء الجوي عن طريق ان احنا لما بنحط مجموعة من التلج، بنحط تلج في كوباية، بنلاقي ان على السطح الخارجي للكوباية بيتجمع بخار الماء، فده دلنا على وجود بخار الماء في الجو. بيقول لي ان بتتوقف رطوبة الجو على كمية بخار الماء الموجودة في الهواء الجوي، بتتوقف رطوبة الجو على كمية البخار الماء الموجودة في الهواء الجوي. وبيقول لي ان الرطوبة دي، ان كمية بخار الماء، الرطوبة هنا هي مقصود بيها كمية بخار الماء الموجودة في الجو. كلمة الرطوبة هي المقصود بيها كمية البخار الماء الذي يوجد في الجو. بيقول لي ان تزداد الرطوبة في المناطق الساحلية اللي هي بتطل على البحار والمحيطات بسبب زيادة بخار الماء في الهواء الجوي. كمان بتزداد رطوبة الهواء في الأماكن الساحلية. بعد كده بيقول لي ملخص الدرس بتاعي، ان نسبة الغازات، ان الاكسجين عندي موجود في الهواء بنسبة 21%، النيتروجين بنسبة 78%، ثاني اكسيد الكربون بنسبة 3%، الغازات الاخرى بنسبة 97%. وبيقول لي ان بخار الماء نسبته متغيرة في الجو، يعني بخار الماء ملوش نسبة محددة في الجو. بيقول لي كمان في كمان ملحوظة مهمة ممكن تيجي في الأسئلة، بيقول لي إن نسبة ثاني أكسيد الكربون مع الغازات الأخرى بتشكل 1% من مكونات الغلاف الجوي للأرض. بيقول لي إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى مع بعض بيشكلوا 1% من مكونات الغلاف الجوي لكوكب الأرض. هنا ده كان معاكم
انتهاء منهج مادة العلوم. ان شاء الله هنحاول ان احنا نقدم لحضراتكم حلقة كده مجمعة تكون فيها اهم الاسئلة واهم التعليلات، وانا بركز جدا على التعليلات، لان التعليل بيكون غير ان هو بيكون بالنسبة لنا ممكن يكون مختلف، يعني مش متعودين على طريقة السؤال. دي نقطة. النقطة التانية ان برضو التعليل بيغطي لي كتير كثير جدا من الاسئلة، زي الاسئلة الخاصة بصح وغلط والنقط وصحح، بتكون شاملة يعني في الحقيقة وبتغطي مجموعة كبيرة من الأسئلة. أرجو أن حضراتكم تكونوا استفدتم من الحلقة، ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لنا لايك للحلقة وشيرنج ليها وسبسكرايب للقناة، وبعد ما تعملوا سبسكرايب دوسوا على الجرس الموجود أسفل السبسكرايب أو الاشتراك علشان تصلكم كل الدروس بمجرد نزولها. لو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار يكتب استفساره أو سؤاله أسفل شاشة الفيديو، إن شاء الله نرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.